صباح الخير. انا هقول تو كيسز. واحده كانت محجوزه عندنا في القسم واتعمل لها هيماتولوجي كونسلتيشن، والثانيه جت لنا العياده لدكتور مجاري. اول كيس كانت المين برزنتيشن بتاعها هي الانيميا والهوم فيفر. البيرسونال هيستوري، فيميل بيشنت 13 years old، بريزنت تو اور ER with history of one day fever 38 to 40 degrees Celsius. The main complaint was fever, pallor, dark urine, abdominal pain. On physical examination ده الموضوع ده حصل في ER، كان في pallor, jaundice, splenomegaly, ecchymotic patches especially on the extremities, non-neurological manifestations or joint affection. كان في history بس كده انه البيشنت دي كانت راحت الهند، كانت في انديا، كان عندهم مع كامب، كانت تلعب جودو، وكانت هناك هي وباباها واخوها. باست هيستوري، كان في البيشنت who suffering from anemia, hyperlipidemia, on lipotropic treatment, otherwise no drug intake. Her family history زي ما قلنا انه her brother was suffering from the same condition. السيبسي اون ادمشن، هي البنت دي اتحجزت يوم 15/8. Her hemoglobin was 5.8، total leukocytic count 2.4، والبليتلتس كانت 236. طيب لو جات لنا حاله زي دي، ايه اول حاجه نفكر فيها؟ يعني ايه هو الانيشال ثيرابي، البرفكت انيشال ثيرابي اللي احنا ممكن نعمله للبيشنت دي؟ دي اول حاجه لازم نعرفها. يعني هو مش بس احنا بنعمل مانجمنت، احنا اهم حاجه انه ده البيشنت جاي بامرجنسي في الاي ار، فلازم ان احنا نفكر ايه اول حاجه تتعمل. بعد كده كمان عايزين نعرف ايه هي الانفستيجيشنز المفروض ان هي تتعمل في حاله زي دي. كان المين برزنتيشن بتاعها هي انيميا وجوندس. واخر حاجه عايزين نفكر بعد لما نفكر في الحاجات دي، نفكر ايه هو الديفرنشال دايجنوز لو جات لنا اي حاله من دي. اي حد عايز يقول كمان ايه الانيشال ثيرابي اللي ممكن نعملها في حاله زي دي؟ اول حاجه الانيشال مانجمنت، ان البيشنت دي اتحجزت في الانترميديت كير وتوك بلاد ترانسفيوجن اند سبورتيف تريتمنت. لان طبعا احنا قلنا ان الهيموجلوبين بتاعها كان 5.8، فلازم اول حاجه تتعمل هي بلاد ترانسفيوجن. الديفرنشال دايجنوزز لاي حاله زي دي، ممكن نفكر في جاستروانترايتس، لان كمان كان من ضمن البرزنتيشن كانت البنت عندها كان فوميتنج وابدومينال بين ودايريا. ملاريا، هيباتيتس اي بي سي، لان احنا قلنا ان في هيستوري ان هي كانت قعدت في الهند. وطبعا الاماكن دي بيبقى مشهوره جدا ان بيبقى فيه كونتامنيشن، في سواء ووتر كونتامنيشن او فود كونتامنيشن. كمان ممكن نفكر في تيتنس وكوليرا، بس الحاجات دي غير شويه. الانفستيجيشنز اللي عملناها، هي البنت اتحجزت 15/8 زي ما قلنا، الهيموجلوبين كان 5.8، التوتال ليكوسايتيك كاونت بتاعها كان 2.4، البليتلتس كانت 236، والسي ار بي بتاعها كان 60.5. بعد كده في 16/8 دي كانت البوست ترانسفيوجن سي بي سي، الهيموجلوبين وصل معانا ل 8.5، التوتال ليكوسايتيك كاونت 4، البليتلتس وصلت ل 244. وبعد كده عملنا فولو اب البنت، بعد كده يوم 18 الهيموجلوبين بتاعها الحمد لله كان بدأ يزيد معانا تاني وكان وصل ل 9. بعد كده عملنا ايست اور كانت 24. كان مهم طبعا احنا نعمل يورين اناليسيز كجزء من السيبتك سكرين بتاعنا، لان البيشنت كانت الفيفر بتاعتها بتوصل ل 40. اللي كان ملفت جدا انه الليفر فانكشن كانت ال ALT 890 وال AST 1023. فلما عملنا كونسلتيشن لدكتور نجلاء علشان يعني السيمبتومز الغريبه شويه دي، فهي كانت اول حاجه فكرت فيها ان البيشنت دي ممكن تكون هيباتايتس. عملنا طبعا امونيا وانتي دي ان اي واي ان اي وريتكس وكومس وتايفويد وبروسيلا. الفيرولوجي كان اهم حاجه في الموضوع، بس احنا عملنا الفيروس اي كان في اول مره طلع نيجاتيف، تاني مره طلع نيجاتيف، بس لما يعني قعدنا نسال اهلي شويه وكان اخوها خلاص شخص كان هيباتيتس اي، فالحقيقه دكتور نجاء كانت مصممه ان البيشنت ده هيباتيتس اي، ولما عادت فعلا الهيباتيتس اي تاني طلع فعلا ان هو بوزيتيف بعد كده. طبعا بس لازم كان نتاكد ان مفيش ولا فيروس بي ولا فيروس سي، ابشتاين بار فيروس وستاتنجر فيروس برضه نيجاتيف.
رادياجي طبعاً chest x-ray كجزء من الستك سكرين كانت chest x-ray free. الأبدومنال ألتراساوند كانت البنت دي عندها splenomegaly. فالبنت دي كانت الدايجنوز بتاعها إن هي كانت virus A associated with anemia. التريتمنت كان أثناء ما كانت محجوزة كانت طبعاً ماشية على IV fluid و cytoplaxin antipyretic وطبعاً الفيتامينز اللي هي ADEK كانت طبعاً وليفر سبورت. بعد كده البنت وهي محجوزة أثناء ما كانت محجوزة اتحسنت جدا الجونت فانكشنز بعد ما هي كانت فيلد خلاص الجونز ديكريت وخرجت على ليفر سبورت وفيتامينز فور فيرتج انفستيجيشنز. بعد كده لما جت لنا العياده الحقيقه 8/9 كانت الدنيا اتحسنت قوي معاها كان الهيموجلوبين ليفل بتاعها وصل ل 9.5 والتوتال ليفل كانت وصل ل 5 والبليتس كانت 200 الليفر فانكشن بتاعتها كانت اتحسنت جدا بعد كانت 1000 وشويه الاي سي تي وصل ل 49 الاي تي وصل ل 51 حتى البيليروم بتاعها كان خلاص نورمال والجونز كانت كومبليتلي سبسايدد كان ستيل بس في عندها مايل سبرين ميجالي. كونكلوجن انه طبعا الدكتور نجلاء هتتكلم في الموضوع ده اكتر من كده بس هي ان بريف انه يعني لما يكون في عيان عندنا عنده انفكشن جه معاها انيميا سوري انه لما ان الانفكشن از ون اوف ذا موست كومن كوز اوف انيميا لانه الانفكشن دايركتلي اور اندايركتلي بتعمل بومر وديبرشن سواء كانت اكيوت اور كرونيك انفكشن. بعد كده عندنا الكيس الثانيه دي جت لنا العياده ده كان ولد عنده 2 المين برزنتيشن بتاعه كان انيميا فيفر جنرالايزد ليفينوم. الولد ده كان ريفيرد فروم جامبا هوسبيتال هي سافرينج فروم ريبيتد اتاكس اوف هاي بريد فيفر سيفير انيميا ريكوايرد ريبيت بلاد ترانسفيوجن جنرالايزد ليفينوباثي 6 مانث اجو. البيشنت دوت اخد ريبيتد كورسز اوف انتيبيوتيك سواء وهو محجوز في غمره او حتى اوت بيشنت بس ما كانش بيحصل له اي امبروفمنت. اون اكزامينشن لما بصينا عليه عندنا في العياده البيشنت ووز مودريت ديتيل دومينانت سيرفايكال اند اكزيلري ليمف نودز ليس ذان 1 سنتيمتر نو ساينز اوف هيموليسيس نو اورجانوميجالي نو نيورولوجيكال مانيفستيشنز او جوينت مانيفستيشن. طبعا لازم نبص على الجوينت مانيفستيشن عشان مع الليمف نودز فممكن نفكر مثلا في جمبرانايل ومتويد ارسترايتس. الانتي نيتال والنيتال والبوست نيتال هيستوري الحقيقه كانوا امري ماركبل برضه نفس الحاجه هنشوف يعني لما جينا بيشنت كده اول حاجه نفكر فيها طيب البيشنت ده انا هعمل له انفستيجيشن في ايه؟ وايه هو الديفرنشال دايجنوز بتاع حاله زي دي؟ يعني هو احنا قلنا ان هو بريزنت ويز فيفر فيفر جنرالايزد ليمفينوباثي وانيميا. السي بي سي بتاع العيان ده لما جه العياده كان الهيموجلوبين بتاعه 9.5 التوتال ليوسيتيك كاونت 10 بيتلس 260 الام سي في بتاعه كان 63 فدكتور نجلاء ساعتها طلبت له بلاد فيلم عمله بعد كده كان نورمال. البشتاين بار فيروس اي جي ام كان رايزنج تتر وهنا الولد ده لقينا السي ام في بتاعه الاي جي ام بوزيتيف والاي جي جي بوزيتيف. اللوتكس بتاعه كان 2 الليفر والكيني فانكشن نورمال بس كان لازم كمان ان احنا نتاكد ان مفيش تايفويد او بروسيلا فالحقيقه هما كانوا نيجاتيف. كمان كان لازم نتاكد انه مفيش تي بي فعملنا تي بي بي سي ار. الكوربيشن بروفايل بتاعه كان نورمال واليورين انالست بوز فري. الراديولوجي ابدومينال الالتراساوند احنا قلنا ان هو حتى كان اون اكزامينشن ما كانش فيه اورجانو ميجالي تشست اكس راي بوز فري بس كان اهم حاجه ان احنا نعمل نيك التراساوند عشان هو كان عنده سيرفايكال لينف نوباثي فالنيك التراساوند طلع معانا مالتيبل انلارجد سيرفايكال لينف نود كان الميجرمنت بتاعها 1 to 1.5. الديفرنشال ديجنوز بتاع اي حاله زي دي لازم اول حاجه نفكر طبعا في فيرال او بكتيريال انفكشن بس وي ماست كيب مايند طبعا كمان طالما ان في ليمفانوباثي وفيفر والعيان ده انيميك فلازم نحط في بالنا برده ان احنا ندور نحط في الديفرنشال لكيميا او لنفوما. طبعا الديجنوز بتاع البيشنت ده كان سي ان في اسوشيتد انيميا ديسكشن طبعا بتبقى بعد كده مع دكتور نجلاء. الفولو اب بتاع البيشنت دوت هو جاتنا بعد كده الهيموجلوبين بتاعه كان 12 توتال اكسوتيك كاونت 14 الام سي بي 63 والبيتس 260 السي ام بي بتاعه كان الاي جي ام بوزيتيف والشتاين بار فيروس لما عدنا تاني الاي جي ام كان اللي فوق.